السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي المبنى ده عندي دي فيه كذا روم، فانا عايز اشوف الجيومتري بتاع الروم، وده مهم جدا بالذات في الفاسيلتي مانجمنت يعني. فهقول له ان انا عايز كاتيجوري بتاعت الروم، تمام. هخلي ده مانوال دلوقتي، تمام، واقول له هنا انا عايز الروم هنا نال، لان احنا لسه ما اخترناش. فلما هقول له انا عايز الروم، وبعد كده هقول له all element، ممكن حتى نقول له هنا all element of category، تمام، واختارها كده. وبعد كده هقول له element category جيومتري، يعني حول الشكل ده لشكل 3D. هقول له رن، حولها بالشكل ده. ممكن بقى طيب انا عايز اشوف الموضوع ده في الموديل ال 3D. هاجي هنا واقول له في في، واقول له ان انا عايز اشوف الجينريك موديل. ممكن حتى تقفل كل حاجه ما عدا الجينريك موديل، تبدا تشوفهم بالشكل دوت. ده مهم جدا بحيث ان احنا نشوف هل في رومز متداخله مع بعض ولا لا.